بضائع منتهية الصلاحية تنتشر في أسواق العراق، يغسل بها بعض التجار أموالهم مستنزفة عملة البلاد الصعبة. ظاهرة حذرت من تفاقمها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تحت عناوين العروض الخاصة بخصم نصف أو ربع سعرها المعروف، وأخرى موردة دون أن يكتب عليها تأريخ إنتاجها لتسهيل مرورها بالمنافذ الحدودية. المنافذ الحدودية إذا ما يضبطوا أقل شيء باقي مثلا بالمادة فده فست أشهر سنة حتى تتسوق تتلحق، بس إذا باقي بها شهر شلون يدخلوها؟ مستشفيات العراق تستقبل كل يوم بحسب وزارة الصحة العراقية 3 مصابين أو أكثر بحالات تسمم غذائي نتيجة لتناول أطعمة منتهية الصلاحية، ما دفع بالمتسوقين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر عند تبضعهم من الأسواق الكبيرة. أكو بعض المحلات العروض الخاصة أنه قرب اكسبايرها حتى يتخلص منها، بس أنا غالبا ما أتقرب عليها لأنه ما تعرف شنو اللي يبلونها. ما اشتريها، ما وصل يعني. ما مبينه هي مزوق لي ابو 3 ما وصل يوم هو لا قيسه. قلت لك هذا مالي بني طيب تجينا هيك قال يعني حالات الاكسباير ما اكسباير الاكل الماي. دائره الرقابه الصحيه اطلعت الشرقيه نيوز عن طبيعه متابعتها الكثيفه لهذه البضائع، وهي تعزو سبب انتشارها الى ارتفاع اعداد المحال التجاريه في العراق من 11 ألف محل قبل 2003 الى 42 ألفا عدا ما هو منتشر بين الأزقة والمنازل، إضافة إلى تعدد المنافذ الحدودية. احنا مثل ما قلنا في بداية الكلام أنه عدد المحلات زاد 3 أضعاف، وكذلك أنه المنافذ الحدودية كان عندها منفذ واحد حدود 80% يدخل عن طريقه، قبل 9/4/2003 ومنفذ الضغيبين الحدودي، هل بالوقت الحاضر صار عندنا 23 منفذ حدودي يقوم بدخول المواد الغذائية عن طريقه. لذلك الانفتاح التجاري والغذاء الواسع والكبير للعراق في الآونة الأخيرة صعب من مهمة الرقابة الصحية بمتابعة ما يعرض من مواد غذائية في الأسواق. رغم إتلاف الجهات الرقابية لأكثر من 4000 طن و20 مليون لتر من مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال 6 أشهر مضت، غير أنها لا زالت تبحث عن ضعف هذه الأعداد بين الأسواق باعتبارها تشكل تهديدا لصحة الفرد العراقي واقتصاده. من بغداد عمر جمال، الشرقية نيوز.